اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهارده كيكه حلوه قوي، كيكه التيرليتش او التركيه زي ما تقول عليها، واسمها صعب شويه. هنعملها بطريقه حلوه قوي وسهله وهتطلع بالشكل التحفه ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل قوي، وكل طبقه هقول لكم عليها هتتعمل ازاي. هنقطعها كده مع بعض. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ هقول لكم في الفيديو ان شاء الله ازاي تطلعوا الطبقات دي وتطلع معاكم متماسكه بالشكل الحلو قوي ده. شوفوا بقى، ده انا جبتكم كمان من قريب علشان تشوفوا جمال الكيك من جوه عامل ازاي، وازاي كان فعلا هش وشكله حلو. شايفين الكيك والسوا من تحت وازاي فاتح وبالجمال ده؟ فعلا كان ناجح وكان حلو قوي. يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير. ادخلوا على الفيديو وسمي الله. نبدأ على طول في المقادير. 3 بيضات هحط عليهم حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان كوباية من السكر البودر. هنخلها كويس عشان لو فيها تكتلات ولا حاجة، السكر البودر بيعمل تكتلات اصلا يعني. وبعد كده هضرب بالمضرب كويس، بس اهم حاجة تكون كل حاجة ناشفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تقلقيش خالص، هياخد معاكي من 5 لـ7 دقايق ضرب. يعني انت كل ما تضربي كل ما هتلاقي الفوم بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده بتلت كوباية زيت وهتنزلي بيه واحدة واحدة كده وانت بتضربي بالمضرب. وبعد كده هنزل بنص كوباية لبن اللي هو الحليب بالشكل ده. معايا كوبايتين من الدقيق، اهم حاجة ان انت تنخليه كويس. حطينا كوباية وادي الكوباية التانية. هحط عليهم بيكنج باودر شيف، ده النوع اللي بستخدمه، وكمان رشة ملح. هننزل واحدة واحدة على الخليط، لكن الاول هحط معلقة الخل. حلو قوي، بتفتح لون الكيك. هقلبه كويس على اتجاه واحد، هيكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده محضره صينيه مقاس 30×40. لو انت عاوزاه عالي او هتعمليه مش هتحطي طبقات من فوق، ممكن تخليه 10×20، لكن دي 30×40 بالخليط كده زي ما انتوا شايفينه. هبدا بسيطه كده على الرخامه، هتلاقيها فردت معاكي على طول. بعد كده بالخله هتبداي رايح جاي كده، علشان لو في فقاقيع ولا حاجه تبدا تروح. ولو قبل ما نبدا في الكيك، معليه على اعلى درجه 180، هدخله الفرن. ما تحاوليش تفتحي الفرن قبل 20 دقيقه. بعد 20 دقيقة افتح الفرن وهشوف بالظبط اخدت معايا وقت قد ايه، واول ما تطلع هقول لكم على طول. بعد الكيك ما طلع وسبت طبعا يبرد كويس خالص، اهم مرحلة ان انت تسيبيه يبرد، ما تحاوليش تعملي المرحلة اللي هعملها دلوقتي وهو سخن. هبدأ كده بالخلة زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل فتحات. الفتحات دي عشان الحليب ينزل في الفتحات دي كلها والكيك بتاعي يتشرب كويس. الكيك اخد معايا بالظبط 20 دقيقة وقفلت عليه، يعني انا فتحت الفرن علشان اشوفه لقيته كويس في 20 دقيقة بالظبط. هعمل دلوقتي اللبن اللي انا هعمل بيه التشريبة. هقولك على الحاجات اللي ممكن تحطيها وممكن ترغيها زي ما هعمل فيها بالظبط النهاردة، يعني هحاول اخلي الكيك بتاعي النهاردة بتصودي. معلقة من السكر ومعلقتين من اللبن البودر. عندك كريمة لباني هتحط وش اللبن، ممكن تحطي او قشطة ممكن تحطي عليه، لكن النهارده هعمله معاكم بالسكر واللبن البودر بس. هقلبه كويس وهنزل بيه، وهي دي هتكون التشريب. هعمل طبقه الكريم شانتيه، معايا كوبايتين من الكريم شانتيه وكوبايه بسري، هحط عليهم كوبايه سكر بودر وكمان كوبايتين من الميه بس تكون متلجه، وهضربهم كويس. بعد ما خلصنا بالشكل ده هننزل بيه على الكيك. حاولي بالراحه كده عشان الوش ما يتشالش معاكي، حاولي تسويه بالراحه زي ما بعمل كده بالظبط. بعد كده هدخله الثلاجه. نروح بقى على المرحله الاخيره وهو كريم كراميل. اي صينيه موجوده عندك هتحطيها بس تكون فاتحه، الومنيوم او اي حاجه، المهم ان يكون لونها فاتح، ما تعمليش لونها يكون غامق وانت بتعملي الكراميل. هحط كوبايه ونص من السكر،
وهسيبهم على النار دلوقتي، مش هاجي جنبهم خالص. هقول لك امتى في المرحله اللي ممكن احط فيها معلقه. هنا كده هبدا احط المعلقه، بصي، وهقلب بره علشان ما يتحرقش مني. اول ما يسخن جامد كده وتحسي ان من الحروف خلاص بدا يحمر، تبداي تحطي المعلقه بتاعتك. اول ما يوصل للمرحله دي وتلاقي كده السكر كله داب معاكي، تنزلي على طول بمكعب الزبده، ما تتاخريش اكتر من كده، وما تستعجليش كمان وتعلي النار. اهم حاجه تكون النار بتاعتك واطيه خالص. اول ما تدوب كده الزبده زي ما انتم شايفين، هنزل بكوبايه ونص من اللبن اللي هو الحليب، نفس مقدار السكر ونفس مقدار الحليب. اول ما هتنزلي هيكتل منك زي ما انت شايفه كده، ما تخافيش خالص، واحده واحده وكل ده هيفك. شايفين بتبدا تفك معايا. واهم حاجه ما تنسيش كده نص معلقه صغيره من الملح. الملح مع السكر بيدي طعم حلو قوي. شايفين واحده واحده بتفك ازاي اهي، ما تخافيش وما تستعجليش عليها. زي ما اتفقنا عاملينها اقتصاديه، يعني كنت عاوزه اقول لك حطي كريمه لكن مش هقول لك حطي كريمه، اللبن هيقضي الغرض وهتطلع نفس النتيجه. المهم ان انت تسيبيها تغلي كده لحد ما تغلي، يعني تتقل معاكي. وفي لسه كمان مكون هحطه دلوقتي هيخليها تربط وتتقل معاكي كمان بالشكل ده، ما كتلتش ولا اي حاجه اهو. وكمان لما بتسيبيها وتدخل التلاجة بتتقل اكتر كمان. معايا هنا معلقه من النشا، هتدوبيها في ربع كوبايه من الحليب وهتدوبيها كويس وهتنزلي فوقيه. شايفين كده هتنزلي واحده واحده، دلوقتي هتتقل معاكي وهتديكي القوام الحلو اللي انت هتشوفيه. شايفين كده، وهو ده اللي انا عاوزاه، القوام ده. ولسه كمان لما تبرد هتتقل اكتر. طب في ناس بتعمل معاها تكتلات ومش بتنجح معاها، سهله خالص، ما تقوليش دي باظت مني، بالهاند بلندر وهتضربيها. يعني النقطه دي نسيت اقول لك عليها، فما تقلقيش خالص، بالهاند بلندر وهتضربيها ضربه هتفك معاكي على طول، لكن ان شاء الله مش هتكتل ولا حاجه وهتطلع زي ما انتم شايفينها كده بالقوام ده. بعد كده بعد ما بقى بالقوام اللي انتم شايفينه الحلو قوي، شايفين كل ما بيبرد بتلاقيه بيتقل، هتفضيه في حاجه علشان يبرد كويس. شايفين القوام عامل ازاي، كل ما بيبرد زي ما انتم شايفينه كده بيتقل. في حاجه هنا هقول لكم ليه كريم شانتيه اصفر كده، علشان البسري، البسري اللي بيخلي لونه اصفر بالشكل ده، بس البسري بيكون حلو قوي، بيدي طعم كمان حلو وبيخليه خفيف. هنزل بقى بالكريم كراميل زي ما انتم شايفين كده، بصي تقل وتماسك ازاي. هي تحتاج الكميه كلها، هنزل بالكميه كلها. بعد كده شلت حوالي نص كوبايه من الكريم شانتيه اللي احنا خفقناه مع بعض، وهنزل بيه على الوش. كبرت الفتحه شويه فنزلت متساويه، لكن وهي صغيره كانت بتنزل مشرشره. شايفين بالشكل ده، بعد كده بالخلة بتاعت الشيش طاووق وهتبدأي تيجي رايح جاي كده، هتبدأي تيجي الأول كله وبعد كده ترجعي تروحي تاني علشان تطلع متساوية معاكي وحلو. بس هتبدأي تدوري الصينية كده، وهو ده كان شكلها، ما اخدتش معانا حاجه وطلعت بالشكل الحلو ده، وعلى قد ما قدرت خليتها اقتصاديه معاكم وهي نفس النتيجه. خلاص خلصنا، ما اخدتش مني حاجه، سهل قوي وطلعت بالشكل التحفه قوي اللي انتم شايفينه ده. يا رب اكون قدرت اوصل لكم كل معلومه في الفيديو. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.